والله لا نريد دولة دينية ولا يريد أحد دولة دينية. الدولة الدينية مرفوضة عندنا، ونحن نريد دولة مدنية. لا ننادي ولا نريد الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي، بمفهوم الحكم الإلهي، هذا انتهى، ولا ينادي به مسلم عاقل على وجه الأرض. نحن نريد دولة مدنية، وأنا أعلنها مدنية. لا يوجد في الإسلام ولا في العالم ما يسمى دينية. أوعك تتغشى، يجوك أخي مسلم يقول لك الشريعة. لا ما الشريعة، هو بس جاع داري ياكل. مجرد ما يجوع، مجرد ما يجوع بيرفع شعار شنو؟ الشريعة. الأيام دي شغالين نفس الوهمة القديمة. الأخوان المسلمين يضعفوا، يقول لك المشروع الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية. الأيام دي شغالين المشروع ده، انتبهوا. بلاقيكم. انتبهوا من الكلام ده. ما عندنا أي مشروع وحدة إسلامية، عندنا التوحيد بس. الوحد الله أخونا، ما وحد الله يتخارج طوالي. وحتى الله أخونا والله فوق راسنا، ما وحدت الله تعبد في البرعي، تعبد في الصابونابي ولا صايم ديمة ولا الركيني، ما أخونا. قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما بيلك لك في الدين.